ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى انا قررت ان انا اعمل لكم اليوم الروتيني اللي انتم طلبتوه مني. تمام، المهم يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى يا جماعه، انا ان شاء الله باذنك يا رب بيكم هنوصل لل 200 الف، فبسرعه كل الناس تنزل تحت تكتب حمله توصيل ياسمين لل 200 الف في اسرع وقت. انتوا تقدروا ان انتوا توصلوني، دي حاجه. تاني حاجه دعمكم ليا فوق دماغي. تالت حاجه عاوزه اشكركم على الدعم الكتير جدا جدا اللي كان فات يعني، ولسه بقى هتدعموني اكتر واكتر ان شاء الله. فالنهارده بقى ايه، هنخش بقى على اليوم والروتين بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين واحد لسه صاحي، الخلقه استغفر الله العظيم من غير ميك اب وكده، فبس حاسه نفسي مستغربه شويه سيكا، بس مش قوي يعني، انتوا بتستغربوني سيكا يعني. المهم هتشوفوا بقى اليوم بتاع النهارده هيبقى ماشي ازاي، الدنيا ماشيه ازاي، كل حاجه ماشيه ازاي. بس اهم حاجه يعني ان احنا نستغل الشهر دوت باكبر قدر من الامكان، ان احنا نستخدمه نصلي، ندعي كتير، نقرا قران كتير. وهتشوفوا ان النهارده او هتشوفوا في الفيديو دوت انا يومي بيبقى ماشي ازاي. هيبقى ماشي زي المرجيحه؟ لا، زي الزحليقه؟ لا، بصوا انتوا هتشوفوا بنفسكم. اول حاجه بقى هغسل سناني واتوضى علشان صلاه الظهر. تمام، فايه هحاول ان انا اثبت الموبايل كده وتشوفوا بقى. اول حاجه، طيب اول حاجه غسول الهيمالايا ده، نطلع منه فضفضية كده، نغسل كده من الوجه، هو ملمسه جل قوي. بالمرة بقى الموبايل تقريبا اتبل. طبعا بقى هنمسح الوش بالطبطبه كده، انا اتوضيت كمان عشان الظهر اتقدم. الحمد لله الحمد لله، بصحى يا قبل الظهر بخمس دقايق يا بعد الظهر بعشر دقايق، يعني هي في النطاق ده، في حاجه في الخط ده ما بعدوش. بالنسبه بقى الفوطه، بحب امسح بالفوطه مثلا ايدي او اي حاجه تانية، لكن وشي احب اطبطب عليه بالمناديل عشان مش عارفه، اتعودت على المناديل ناعمه جدا بتبقى على الوش، فايه فبعشقها بصراحه يعني. واحد من غير ميك اب تحسه كده انه عامل زي افلام الابيض واسود كده. عايزه اقول لكم من اول رمضان تقريبا ما حطيتش ميك اب، من اول هو يوم واحد، يوم واحد بس ما حطيتش بعد كده ميك اب تاني. ونلبس الاسدال بقى عشان نصلي، ولبسنا الاسدال وهنروح نصلي. صلي صلاة الظهر دي اول حاجة، العصر لسه ما ادتش، فاحنا هنصلي صلاة الظهر، وبعد ما نخلص صلاة ان شاء الله هقول لكم بقى هعمل ايه، بس انا هروح اصلي حاليا. ونكمل بقى بالسبحة الكيوت بتاعتنا ديت. تمام، دي سبحة جميلة جدا يا جماعة، اسمها سبحة كيف تصبح مليونير. السبحة دي يعني مجرد اصلا ما بتبقى موجودة معايا بفضل اسبح كتير جدا جدا بيها، بفضل ادوس كتير جدا، فبحس نفسي ان انا ايه ده عملت حسنات كتيره جدا. فانا شايفه ان الاختراع ده اختراع جميل ومدهش جدا،
تمام. كل الناس تجيبه، على فكرة سعرها مش غالي، ب7 جنيه ولا ب10 جنيه على حسب كل مكان، مش هتزيد عن 15 جنيه. تمام. بعد كده بقى ايه، هننضف الأوضة بتاعتي اللي زي ما انتوا شايفينها بايظة خالص مالس خالص، فحسبت الموبايل هتشوفوني وانا بروح. طب يا جماعة دلوقتي هننضف بقى السرير الحلو بتاعنا ده. يعني بنام واسيبها ورا المخدة، انام واسيبها ورا المخدة. البيضة بتاعتي الجديدة دي بتاعت اختي ايه اللي هي واقفة بتصورني حاليا، عايزة اقولك اتفضلي يا حبيبتي مش عايزة منك حاجة. ايه ده؟ في نص جنيه بتاعي يا بنتي. انا يعني الاقي الخاتم بتاعي والاقي النص جنيه، يعني عشان تعرفي بس ان ايه، ما هو خاتم السبحة بتاعي، عشان تعرفي بس ان انا ايه يعني حاجة. زي ما انتوا شايفين هنروق الدنيا بالشكل الحلو الجمالي ده. هو مش عارفه انا بهوش كده ليه بس تمام. مفيش السرير بتاعنا الجميل دوت، سرير يا جماعه سرير. طب يا جماعه شايفين كده؟ يا سلام كده لما الاوضه كده تبقى متروقه كده والدنيا تبقى فيها تمام كده، يا سلام على الحلاوة، يا سلام على الشياكة، والله الله 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 حلاوة. تسلية كده يا جماعة رمضان، تسلية والله. طب يا جماعة وكده يعتبر احنا لسه قربنا اهوت على المغرب، على المغرب قربنا على المغرب، مش فاضل ساعتين تلاتة كده. فصلينا العصر الحمد لله، وقام جه الحاج حجوجي، الحاج حجوجي تمام عين اعيان البلد. وحشني يا حجوج، وحشني يا حجوج، وحشني يا حجوج. الحجوج بداع يا جماعه زي ما انتوا شايفين. المفروض دلوقتي نقعد بقى نتفرج على المسلسلات، بس انتوا قولوا لي صح، انهي مسلسلات حلوه اليومين دول؟ يعني انهي مسلسلات حلوه السنه دي؟ انا شايفه ان كلهم حلوين، كلهم حلوين بصراحه، كلهم حلوين، فبطلع من مسلسل اخش في مسلسل تمام. وطبعا قبل ما المغرب بيدن قبلها بساعة كده بالظبط بنكون بنقرا القرآن. وتعالوا بقى نخش واحنا بنعمل القطايف بتاعتنا الحلوة. يا جماعه وبجي هنا اعتكف كده ساعه تمام مع القران الكريم طبعا، والحمد لله يعتبر انا خلصت اول جزء بالظبط او جزء ونص عشان مش فاكره بالظبط الرقم، يعني المفروض ان انا معلماه هنا تمام وبس. فبعد ما هخلص بقى قراءه القران يكون ايه المغرب ادنت، ونفتح بقى بعد شويه يا جماعه. وكده بننهي اليوم بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا اليوم بتاعنا كان هو يوم عادي زي ما انتوا شايفين. يا ريت بقى تدعموني باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومتضايقوش بقى من شكلي كده اللي من غير ميك اب، يعني احنا في رمضان الكلام ده كله. يعني كل سنه وانتم طيبين. فبنصلي كتير، بنغسل وشنا كتير، فانا اكيد يعني مش كل شويه هقوم احط ميك اب واقوم اغسله الجو ده. انا يا دوبك احط زبده الكاكاو حلوه كده وشكرا، والله وشكرا، عشان بقي ما ينشفش مش اكتر عشان من قله العطش. الناس بقى اللي بتقول لي حصل حاجه في الفيديو اللي فات، الناس بتقول لي وانت يا ياسمين دايما بتبقي بالاسدال، ياسمين دايما بتبقي مش عارفه ايه. فهمكم يا جماعه حاجه هفهمها لكم يا جماعه. انا اللهم صل على النبي، بالنسبه لي ببقى عامله ازاي؟ ببقى قاعده في البيت
على طول بالاسدال. ليه؟ في رمضان علشان ببقى بصلي، بكسل بصراحة، بيبقى كسل ان انا اقوم اغير واقوم البس لا ده للناس الفاضية، لكن انا بفضل قاعدة بالاسدال زي ما انتوا شايفين، ببقى قاعدة كده يقوم شايلة ديت وبقى قاعدة كده، بس علشان ايه؟ لقيت شعرتين باينين من قدام فقلت لا خليني قاعدة كده عشان فاتحة الكاميرا حاليا. بس دي كبالنسبة لياسمين. وفي الشتاء ببقى كده برضو، بس ايه؟ مثلا بلبس ايس كاب او اي حاجة من الحاجات دي كلها، وبرضو مش علشان انا واحدة شيخة ولا اي حاجة من الحاجات دي، لا علشان انا بكسل وبسقع الاتنين في واحد، يعني بكسل واسقع الاتنين في واحد. ففي رمضان علشان كسل، يعني عشان اصلي على طول يبقى جاهزة هقوم اصلي، اللي هو خلاص مش باقي على حاجة. في الشتاء بكسل وسقعانه، يعني كسل بسقعه. وهنا ما اقولكمش الناموس يعني عامل في وشي ايه، ما اقولكوش، عامل معايا الجلاشه، فببقى نايمه بعمل كده بعمل كده صدقوني، يعني انا بعمل كده عشان مش عايزه الناموس يشوفني خالص. فياريت بقى تدعموني باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتقولوا لي ايه رايكم في اليوم، وايه احلى حاجه في رمضان، وايه احلى حاجه كانت وحشاكم. بحبكم جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا.